محتاجين نقف عند ذكرى رحيل عمر لطفي بك. عمر لطفي بك محامي مناضل ثوري، كان مناهض للاحتلال الإنجليزي. عمر لطفي بك مش مجرد اسم، عمر لطفي بك هو مؤسس النادي الأهلي. ودايما لما نيجي نقف تاريخيا عند تأسيس أي مؤسسة أو مكان لازم نرجع للمؤسس وشخصية المؤسس. عمر لطفي بك لما اختار الاسم مع أمين سامي باشا كانت فكرة اسم النادي الأهلي، النادي الأهلي يعني النادي الوطني. كان في كل الترجمات في الوقت ده يا أحمد الأهلي بيترجم بكلمة ناشونال، وعلى فكرة في المفهوم السائد في المجتمع وقتها زي البنك الأهلي أو فكرة الجمعيات الأهلية، حتى المنتخب كان بتاع المنتخب الأهلي، هي فكرة الوطني. النادي الأهلي منذ تأسيسه وهو يحمل فكرة الوطنية. سهل جدا أي حد يتكلم عن الوطنية، وإحنا لا ندعي أن النادي الأهلي يحتكرها وحده، ولكن موروثنا التاريخي بيدل في ده. النادي الأهلي لو جينا قارنا بأسماء أندية أخرى تغيرت حسب مفاهيم أخرى وتغيرت حسب أشخاص، وبقى النادي الأهلي اسمه ثابت كثبات مبادئه وتاريخه ومفاهيمه. أكيد يا فارس رحم الله أبو التعاون المصري عمر بيك لطفي الحقيقة كان بيأسس النادي ده لطلبة المدارس العليا اللي محتاجين مكان رياضي يجتمعوا فيه. والحقيقة بعض الناس طبعا كان معاه إدريس بيك راغب وكان معاه طلعت باشا حرب ورموز كتيرة جدا، وده اللي خلى بعض الناس تتجه لفكرة إدريس بيك راغب والكلام عن الماسونية وما شابه. فارس أعتقد النادي الأهلي كان بيؤسس لشركة كرة قدم 1000 سهم، ما قدرناش نبيع ال 1000 سهم تقريبا اللي اتباع، او تحديدا اللي اتباع 703 سهم، جمعنا 3515 اتدفع منهم 3013 فقط لا غير. وعشان كنت تاسس وقتها شركه رياضه عشان تفتتح نادي او تنشئ نادي كان لازم توصل ل 5000. ادريس بيك راغب وطلعت بيك حرب لو هم بالفعل هيفيدوا النادي الاهلي من فلوسهم الشخصيه كانوا ممكن يقدروا يدفعوا المبلغ ده من فلوسهم الشخصيه، لكن لان النادي الاهلي من البدايه هو نادي مؤسسي وابني على فكره المؤسسه، تم اخذ قرض ب 2000 جنيه بضمان ادريس بيك راغب وبضمان طلعت بيك حرب. والحقيقه قدر بعد كده انشانا النادي الاهلي وتم افتتاحه في فبراير 1909، وكان وقتها الرئيس عزيز عزت باشا. فارس اعتقد تاريخ كبير جدا وتاكيد على فكره الوطنيه لدى النادي الاهلي. احمد يكفينا فخرا ان لما خرجت التظاهرات في اتجاه بيت سعد باشا زغلول بيت الامه كان النادي الأهلي من أهم الروافد في التحرك في ثورة 1919. تاريخ وطني مشرف، ودايما في كل حلقاتنا في حاجات بنقدر نقف معاها عن تاريخ النادي الأهلي وشخصيات ملهمة. وزي ما قلنا المؤسس بيرتبط بالفكرة، بص على كل نادي في فكرة المؤسس وانت تعرف مبادئه من أول لحظة كانت إيه. بالمناسبة هو كان من أفضل 10 شخصيات مؤثرة في تاريخ مصر في نص قرن في الفترة دي، كان ضمن العشر شخصيات هو وطلعت بيك حرب. طبعا أعتقد رحم الله عمر بيك لطفي، وبيحضرني جعفر ولي باشا في 1930 في خطبته عن عمر بيك لطفي وهو بيحث الأعضاء في النادي الأهلي اللي كان عددهم وقتها 300 عضو إن هم يكلموا قرايبهم وأصحابهم تعالوا انضموا للنادي الأهلي. النادي الأهلي كان 1930 300 عضو، الآن النادي الأهلي على مرأى ومسمع من الجميع وبيشمل ملايين من المحبين غير طبعا أعضاء النادي الأهلي. إن شاء الله دايما يا أحمد بنبني على كده بإذن الله، وتاريخنا ملهم زي ما احنا بنقول دايما بإذن